السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي قناة أسماء للتفصيل، أهلا بحضراتكم. إن شاء الله هننفذ الموديل ده النهاردة. أنا هنفذه لعمر سنتين على أساس الخامة المتاحة معايا، وهبقى أقولك لو أنت احتاجتي للسن أكبر من كده هقولك تحتاج قماش قد إيه. الموديل يا جماعة بالنسبة لعمر سنتين هياخد مننا حوالي 3/4 متر قماش. القماش بتاعنا زي ما حضراتكم كده شايفينه مقلم اهو، بيبقى العرض بتاعه 150 والقماشة فيها لكرة بتمط. خلاص كده هنيجي كده ناخد قطعة قماش عشان نعملها الجيبة بتاعة الفستان. هحسبها ازاي؟ هتيجي كده للبنوتة عندك في الطفلة وهتروحي حاطة القماش بتاعك الاول كده اهو طبقتين، هتطبقيه كده وتطوليه شوية، وتطوليه مثلا لغاية تحت الركبة لان لسه في جزء هيتقص كده، وتشوفي الطول بتاع الطرف ده، هو ده اللي هيبقى ايه الطرف من الجنب كده، هو ده اللي هيبقى الطول المظبوط اللي انت عايزاه. يعني مثلا عايزاه عند الركبة اهو، يبقى انا كده جيت من الجنب ظبطت الطول بتاعي اهو تمام كده. ومن الناحية دي برضو نفس الحكاية اهو، هنظبط الطول بتاعنا. يبقى انا كده حددت قطعة القماشة اللي انا هقصها للجيبة. اقولها تاني بطريقة تانية يا جماعة، نفترض انا طول الجيبة بتاعتي من هنا لغاية الطول اللي انت عايزاه مثلا 40 سنتي، فالكلوشة بتاعتنا هنا دايرة، يعني تبقى دايرة بالشكل ده كده مفتوحة من النص، هتتلبس كده. هتخيل ان ده هو اللي 40 سنتي، طول الجيبة اهي 40 سنتي، هيبقى في زيهم من ورا كده 40 سنتي لانها تتلبس كده. خلاص، فيبقى كده مبدئيا معايا 80 سنتي. طب الجزء اللي في النص ده احسبه ازاي؟ ممكن كده يعني من غير حسبة ولا حاجة تروحي ضايفة عليهم ربع متر كمان، يعني يبقى بدل ما هو كده 80 سنتي ممكن يبقى معاكي ايه 100 سنتي او 105. طب ال100 سنتي او ال105 دول ده طولهم، العرض هيبقى زيهم بالظبط. ده كده الطريقة التانية بتاعت الحسبة، وهحطلك الرابط بتاع حساب الكلوشات ازاي. انا كده نفترض ده كده الطول اللي هو الامامي والخلفي بتاع الجيبة اهو كده 40 سنتي مثلا اهو، من هنا ومن هنا 40 سنتي، ده لغاية الوسط، الوسط اللي هو هيتقص كده. خلاص كده، فهنا ايه ده ال 12.5 اللي زودناهم للامام و 12.5 زودناهم للخلف. فانا كده باخد القماشة، الطول لازم يكون قد العرض، لو ده كده 100 سنتي يبقى ده لازم يكون 100 سنتي. خلاص كده، هنيجي كده نروح مطبقين القماشة بتاعتنا كده 4 طبقات، واخد الوسط هقسمه على الاربعة واحطه كده، هعمل علامة كده اهو، وهنبدأ نرسم الوسط بتاعنا اهو كده. طبعا باخد ال40 سنتي من بعد الوسط، وهي يعني طالما انا مظبطة القماش فهتبقى الجزء ده قده 40 سنتي. هنبدأ منقصش ده دلوقتي الا لما نرسم الكلوشة بتاعتنا. هنقعد نرسمها كده زي البرجل اهي. ونقص. فهتطلع لنا الجيبة بالشكل ده، عبارة عن دايرة، كلوشة دايرة، دايرة كاملة. هحط لك الرابط في صندوق الوصف، وضروري تشوفيه لان انا يعني شرحها بالتفصيل، اللي هي طريقة حساب الكلوش للربع كلوش وللنص كلوش وللكلوش الدايرة. ده بقى لأي سن هتعرفي تحسبيه. بالنسبة لعمر سنتين يا جماعة انا حسبتها هيبقى كده الطول دوت حوالي 72 سنتي، قولي 75 × 75 الطول طبعا لان دي هتبقى دايرة، فبقى هيبقى الطول قد العرض كده 75 وكده 75.
طيب هنروح مطبقين القماشة بتاعتنا الأول كده. احنا نقص الجيبة بتاعت الفستان الأول وبعد كده نقص صدر الفستان. هنطبق القماشة طبقتين اهو، والقلم بتاعنا هنا اخترنا ان يبقى بالعرض زي الموديل بتاعنا. خلاص طبقنا كده طبقتين، وخلي بالك من القماشات دي ساعات بتبرم، يعني اطرافها بتتبرم، فلازم تسويها كويس جدا. شوفوا كده الاطراف بتاعته بتتيني من تحت. هنروح مطبقينه كده يا جماعة اربع طبقات. خلاص يبقى الاول طبقناه طبقتين، وبعدين طبقناه طبقتين تانيين، بقى اربع طبقات. هنجيب الوسط بتاعنا، هنجيب الوسط بتاعنا اللي هو انا عندي الوسط بالنسبة لعمر سنتين عندي حوالي 55 سنتي. هجيب 55 سنتي اهو كده، وهقسمهم على الاربعة. هقسم المزورة بتاعتي اربعة وهحطهم كده، هوسطنهم كأني بعمل قاعدة للمثلث، اللي ده ضلع ضلع وده ضلع، ودي القاعدة بتاعتهم، لازم يكون الضلع ده قد الضلع ده. فباجي بروح عاملة علامة كده وعلامة كده. حددنا مكان الوسط اهو كده يا جماعة. هنيجي بعد كده ونروح ايه رسمين الوسط كده، نعمله كأنه دايرة، نمشي كده نخططه كده. خلاص خططنا كده، هنيجي نظبط طول الجيبة اللي احنا عايزينها. طول الجيبة عندنا حوالي 27 سنتي. هتيجي تظبط الطول من بعد الوسط كده، من بعد الوسط هقيس 27 سنتي. انا طبعا مظبطة القماش بتاعي على الطول. خلاص كده انا علمت كده الطول بتاعنا. هنيجي بعد كده ما نقصش ده دلوقتي، هنقعد بقى ايه. خلاص الطول بتاعنا متظبط اهو، هنقعد نرسم الدايرة بتاعتنا. هنخلي نمرة واحد دايما لتحت معانا واحنا بنشتغل. نوصل النقط ببعضها كده ونقص. هقصها بقى دلوقتي دي كده الجيبة، وبعد كده هنبدأ نقص ايه الفستان، صدر الفستان نفسه. بسم الله. هنقص بقى الوسط، هنعمل بس علامة هنا في الجناب ان ده الجنب، وعلامة هنا في النص ان ده النص. هنفرد الجيبة بتاعتنا كده، الجيبة بتاعتنا دي جيبة الفستان. نيجي ناخد يا جماعة صدر الفستان، وصدر الفستان هاخده الطول من هنا من اعلى حتة في الكتف لغاية الوسط، ده الطول هناخده كده، والوسع هناخده قد وسع دوران الصدر بالظبط اذا القماشة فيها لكرة زي كده، مش محتاجة يبقى فيها وسع. اما لو القماشة بتاعتك مقلمة بس ما فيهاش لكرة، هتاخدي الوسع بتاع دوران الصدر وتسيبي فيه وسع شوية عشان ينفع يتلبس. خلاص خدنا كده القماش طبقتين اهو، هنمسكه ونروح مطبقينه كده. طبعا القماش زي ما قلت ايه يعني تظبطيه على بعض، ممكن تدبسيه لان بيتحرك. خلاص حطينا القماش طبقناه كده،
هنيجي ناخد عرض الاكتاف بتاعتنا ونقسمها على الاتنين ونحطها هنا في الخط ده. عندي عرض الاكتاف حوالي 24 سنتي، نصهم 12، فبجيب ال 12 وبحطهم كده، طلع عندي المقاس لغاية كده خلاص. هناخد دوران الرقبة، ودوران الرقبة برضو القماشة بتمط، يعني لو اخدتها بس هي عموما في الموديل واسعة شوية. هناخد دوران الرقبة اللي هي 25 برضو، وهقسمها على الخمسة، هيبقى فيها خمسة. هاخد خمسة كده ورا، هتنزلي حوالي 2 سنتي اهو، هننزل كده 2 سنتي. اما قدام هتنزلي حوالي 6 أو 7 سنتي، لان الصدر واسع. هتنزلي كده من اول الخط ده، هنخليهم 6 سنتي لان القماشة مطاطة كده. كده عملنا حردة الرقبة الأمامية والخلفية. هننزل ميل الكتف 2 سنتي من هنا، عملها بلون تاني. خلاص نزلنا كده 2 سنتي من هنا، هنوصل الكتف ببعض بالرقبة. هنيجي بقى نعمل الحردة بتاعت الجيرو. حردة الجيرو عندنا طول الظهر 25 سنتي، هاخد نصه يعني 12.5 سنتي، هنزلهم من بعد ميل الكتف. وعشان برضو القماشة بتمط ممكن يبقى ايه، نقللهم شوية، ما يبقوش 12.5، ممكن يبقى كفاية 10 قوي، 10 اهو كده. هنزل بيهم خط مستقيم اهو لغاية نقطة 10 سنتي اهي، وبعدين هاخد خط كده افقي. من الزاوية القايمة اللي نشأت دي هنطلع 1.5 سنتي كده، وبعدين نعمل الدوران بتاعنا. طبعا احنا مظبطين ده على وسع السطر. هنقص بقى كده، هنقص الحردة الخلفية الاول، هنساوي كده برضو. البوست يا جماعة عندنا هيتساوى على وسع وسط الجيب اهو، اللي هو اهو الاتنين قد بعض بالظبط اهو، تمام كده. هنيجي بقى نمسك واحدة منهم ونحرد الحردة الرقبة الأمامية. هي دي كده، هنحرد الحردة الرقبة الأمامية. كده خلاص قصينا صدر الفستان وقصينا الجيبة بتاعته. كده شوف هنقص الكم ازاي. الكم يا جماعة جاي كده من تحت، من عند نهاية حردة الباط لغاية فوق الكوع بشوية. فبتيجي تقيسي الطول الكم كده من المنطقة دي كده، من هنا لهنا كده اهو، تقيسي الحتة دي كطول للكم. اما الوسع بتاع الكم طبعا القماش بيمط، فهو وسع الدراع، وسع دوران الجزء ده. سيبي بس جزء للخياطة. انا كده جهزت الكمين اهم، كده قطعتين قماش اهم اهم، حطيتهم كده. بصي كده هي محرودة حردة صغيرة خالص على قد الحتة دي. هنعملها ازاي؟ هنيجي كده ناخد واحدة منهم بس عشان ما نتلخبطش. شايفة الجزء ده؟
الجزء الصغير ده اهو، لان هي متركبه تحت الباط بس، فهتروحي قصه الحته دي كده بس زيها كده اهي، حطيناها عليها وقصيناها كده يا جماعه اهي. دي بقى هتتركب في دي كده. نبدا بقى نخيط كده. القص بقى واضح، الفستان بتاعنا واضح جدا اهو. الكم طبعا دول كمين، واحد هنا وواحد في الناحية التانية. هنخيط اول حاجة، هنقفل الكتاف بتاعة الفستان. قفلنا الكتاف، هنبدأ نقفل الجناب عشان نركب الكم. بس عايزة اقول حاجة، الكم بتاعنا دي حردة الجيرو بتاعنا كده جاي، فجاي بدوران مع الكم كده. نعملها كده بالقلم بتاعنا، جاي كده كده اهو، جاي اخد دوران. فهنقصها كده، هنمسك كده ده كده بقى ايه الكم، بقى الجزء ده كده اخد دوران. هنيجي نقفل بقى ايه الكمام، ونقفل الجناب بتاعة الفستان من هنا ومن هنا، ونقفل الكم وبعدين نشوف هنركبهم ازاي. خلاص قفلنا الجناب وقفلنا الكم، هنيجي نحطه كده زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. هنشبكه هنا وهنا، هقلب ده كده على ظهر، على ده على ظهره، لكن هجيب الكم على وشه. هنروح جايين لخياطة الجنب دي، الخياطة دي، وهنحطها مع خياطة الجنب بتاع صدر الفستان اهو. هنحط الجنب على الجنب كده، وتدبسي بدبوس وبعدين تخيطيهم اهو. هنبدأ نخيط الجزء ده بس اهو، اللي هو يعني على قد الجزء المقصوص بس ده كده. خلاص هنخيطها دي كده. الناحية التانية هركبها تاني اهو برضو. هنحط خياطة ده، الخياطة دي هدخلها هنا، هتتقابل مع الخياطة بتاعة جنب الفستان اهو. دي خياطة ودي خياطة. دبوس اهو كده. وهنبدأ نخيط ده كده، الجزء ده بس ده كده. هخيطهم كده، خيطنا كده يا جماعه اهو، باين اهو كده. هنيجي بعد كده، لو انت بقى عندك شريط بيه ويكون لونه ساده من الالوانات الموجوده، هتبروزي او من نفس القماشه هتبروزي الفتحات دي كلها وفتحه الرقبه. مش عايزه تبروزي، ممكن تسرفلي وتتني، تتني كده على الحرف، تسرفلي وتتني. هنيجي بعد كده يا جماعة نحط الكلوشة بتاعتنا، الكلوشة بتاعتنا اها. هنقلب ده كده، نجيبه على وشه اهو. وطبعا هو انا عندي هنا القماشة يعني وش زي ظهر، فانا مش شايفة وش من ظهر بصراحة. احط ده كده. طيب هنروح جايين كده يا جماعة، احنا طبعا عندنا جناب، وكنا عاملين جناب اهي. هتدخل الفستان ده، صدر الفستان ده اهو، الصدر اهو كده، هتروحي مدخلاه كله جوه الكلوشة. هجيب الجنب، جنب الفستان مع علامة الجنب اللي كنا عاملينها في الجيبة، علامة اهي، وهنحط دبوس.
الجنب التاني، العلامة التانية اهي هحطها اهو ده في الجنب، وهبدأ اخيطهم. ممكن اعمل علامة في نص صدر الفستان بحيث تتقابل مع علامة النص، بس هو كده كده الوسط متظبط على الوسط، فالاتنين قد بعض اللي هو هخيطهم بقى ايه كده، هخيطهم ونشوفه. هتقفل اهو يا جماعة، شكله باين واضح اهو، تعالوا كده نشوفه. ده كده الموديل بتاعنا يا جماعة، بعد ما خلص يا رب يعجبكم وتقدروا تنفذوه بكل سهولة. ان شاء الله هنتقابل في موديلات تانية جديدة، انتظروني. ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كانت معاكم مدام أسماء، بترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.